يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس حارات نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 32، الصغرى 23، الإسكندرية 29 22، مطروح 29 23، بورسعيد 30 26، الإسماعيلية 33 24، ننتقل إلى السويس 33 24، العريش 30 23، طابة 30 24، شرم الشيخ 36 27، والغردقة 37 27. أما في أسوان، الأقصر أولا 39 26، أسوان 40 27، الوادي الجديد 39 26، حلايب 34 29، شلاتين 37 28. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.